أكدت سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي خلال لقائها برئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرارد لارشي بالعاصمة الفرنسية باريس وبحضور معالي الدكتور مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي بأن العالم يواجه اليوم خطرا أمنيا جماعيا يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بشكل حاسم للتعامل مع ظاهرة الإرهاب الدولي. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باريس الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي. بعد التحية أستاذة دلال، لو تطلعين على أهم الموضوعات التي تم التطرق إليها مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلال اجتماعنا وفد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي مع رئيس مجلس الشيوخ ركزنا على ثلاثة أمور. تم البحث عن التطورات الحالية على الساحة الدولية، كذلك بالنسبة للأمور الإقليمية بشأن الدول العربية، وبشكل خاص التدخلات الإيرانية والاعتداء أيضا السافر مؤخرا على المملكة العربية السعودية. وتم الإشارة إلى الصواريخ الباليستية التي استخدمت من قبل يعني ميليشيات انقلابية والحوثيين في اليمن في صناعة طبعا إيرانية، وأبدينا طبعا رفض الشعب العربي ومتحدين بذلك مع القيادات العربية في هذا الشأن. وطبعا تم ذكر أيضا مسألة الوضع الإرهاب بشكل عام، وكان طبعا فرنسا تعيش في هذه بالأمس تأبين لأحد أفراد الضباط الشرطة اللي كان ضحية للعمل الإرهابي. نعم. فأخبرت طبعا عن أن إحنا الإرهاب أيضا من الأمور التحديات التي نواجهها في مملكة البحرين، وأي بشكل خاص التدخلات الإيرانية من ناحية التمويل، التدريب، التزويد بالأسلحة، وهذه كلها أمور ينبغي أن يتخذ فيها قرارات من مجلس الأمن بشكل فعلا فاعل، ويحاسب النظام الإيراني على هذه التدخلات المستمرة. تم التطرق أيضا لمسألة القضية الفلسطينية، وإبداء تأكيد البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي بأن طبعا المبادرة العربية للسلام هي الأساس لحل الأزمة حاليا بالنسبة، ورفضنا القاطع على تصريح طبعا القرار الصادر من ترامب بشأن القدس. نعم. وكل هذه الأمور طبعا أجمع، وصراحة هو من المؤيدين جدا للوضع العربي وداعم للوضع العربي، وأشاد أن فعلا اليوم إحنا نرى أن السيادة الشعبية بالنسبة للدول العربية أصبحت تأخذ منحة يعني له اهتمام بعملية السلام، عملية الأمن، مكافحة الإرهاب. تطرقنا أيضا إلى الواقع التشريعي بالنسبة للدول العربية، كيف بدأت تكون فعلا مشاركة مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بكافة يعني وسائله. وذكرنا بالضبط مملكة البحرين كيف طبعا أيضا قاعدة تصدر تشريعات تواكب فيها المجتمع الدولي لنشر التعايش والتسامح ومكافحة الإرهاب. نعم. على المستوى الدولي. نعم. من باريس الأستاذ دلال الزايد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.